النادي الفيصلي كأس الدوري الممتاز والميداليات الذهبية لأعضاء فريق النادي الفيصلي. الروسان مجموعة من اللاعبين الذين أعطوا كل العطاء. لقد تسابقت أندية الدرجة الممتازة في الموسم 1983 للعطاء. باسم تاهر، باسم مراد عفوا، حي مظهر السعيد مدرب الفريق اللي أوصل للفريق إلى بطولة الكأس، الكأس والدوري معا. والآن أيها الإخوة، كأس الدوري الممتاز للنادي الفيصلي. شكرا يا صاحب الجلالة، فنحن نعرف مشاغلكم الكثيرة وأعبائكم الجسيمة في حمل طموحات وهموم شعبنا الأردني وأمتنا العربية التي تنحني احتراما وعرفانا لدوركم القيادي التاريخي العظيم. هؤلاء يا سيدي أبطال الأردن في كرة القدم، قدموا قمة المستوى الكروي الأردني، وغدا غدا نتمنى أن تشاهدوا منتخبنا الوطني وقد حقق طموحاتنا في رفع العلم الأردني عاليا خفاقا في كل المحافل العربية والدولية. ينتهي هذا اليوم العظيم يوم الرياضة، حيث شرف جلالة الملك الحسين وسمو الأمير حسن ولي العهد هذا المهرجان وهذا العرس الرياضي الكبير بين فريقي الفيصلي بطل الدوري الممتاز والكأس، والوحدات بطل درع الاتحاد والفائز بالمركز الثاني للبطولة. أيها الإخوة، من استاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشباب.